ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. انہدام میں جنت البقیع کے حوالے سے تعزیت پیش کریں گے انشاءاللہ. کمنٹ باکس میں اپنے اپنے انشاءاللہ تعزیتی پیغامات لکھیں تاکہ میں آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے لیے دعا مانگ سکوں. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. انشاءاللہ اذان میں سے ابھی ہیں 12-13 منٹ، انشاءاللہ آپ کو اذان بھی سنائیں گے. طلعت فاطمہ، رابعہ، یاسمین، رضوانہ دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. اینا مزید لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد بسم الله الرحمن الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
فریدہ سلطانہ، اعجاز فاطمہ، اسفند یار، طلعت فاطمہ، انشاءاللہ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، آپ سب کی حاجات قبول ہو انشاءاللہ. یاسمین ایرا، شائستہ ملک، انشاءاللہ 5 منٹ تک آپ کو اذان سنائیں گے کیونکہ تلاوت قرآن ختم ہو چکی ہے، ابھی احادیث ہو رہی ہیں انشاءاللہ. خوبصورت ترین مناظر انشاءاللہ مولا حسین کی ویب سائٹ سے آپ کو براہ راست دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ خوبصورت مناظر. اسفند یار جی دعا گو ہیں، انشاءاللہ شائستہ کا سلام ہو. اپنی اپنی دعائیں انشاءاللہ کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ آپ کے لیے انشاءاللہ دعائیں مانگی جا سکیں. يا لمن يتحدث بفضلهم ويجاهر باتباعهم حتى آلت محاولاتهم الشيطانية لإطفاء نور الله وترجمان وحيه بتجرؤهم على منارات الرسالة وأعلام الهداية للأئمة الأطهار والصحابة الأخيار في روضة البقيع الطاهرة، لتمتد أيادي الغدر والمكر فتشوه محاسنها وتتركها عرضة لوطئ الأقدام ودوس الهوام، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن الأيادي الآثمة لخفافيش الظلام وغسق الليل قد سارعت إلى فعلتها الشنيعة وجريمتها الكبرى التي باتت وصمة عار على جبينها الأسود، فلم تجد في الثامن من شوال لعام 1344 للهجرة إلا مقبرة البقيع لكي تحولها إلى قبور مندرسة وأنوار مطفأة ونهب كل ما كان في حرمها المقدس من الفرش والهدايا والآثار القيمة، وحولته إلى أرض موحشة مقفرة لا تكاد تعرف بوجود قبر فضلاً عن أن يعرف صاحبه، بعد أن كانت ولا تزال رغم العدا والعناد منارات هدى يهتدي بها المتقون وقبب طهارة يتطهر فيها المخلصون ومحطة عروج يعرج منها المقربون. لقد مضى أكثر من قرن على هذه الجريمة النكراء التي اقترفتها أيدي الطغمة الظالمة وانتهكت حرمتها وقدسيتها في تطاول سافر وتجاسر لم يشهد الإسلام أشنع منه، فإن الحل الناجح لمعالجة هذا التجاسر الشنيع يكمن في إعادة هذه القبور المقدسة إلى سابق عهدها لتصبح محجاً للزوار. 2 منٹ تک انشاءاللہ مدان سنیں گے. سیف الدین نواب، اسد رضا، سبرین فاطمہ، اسفند یار، اعجاز فاطمہ، انشاءاللہ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. شیبہ زہدی، شائستہ ملک، انشاءاللہ آج مظلومانہ دن ہے. آج کے دن ان ملعون وہابیوں نے، سعودی عرب والوں نے مزارات مقدسہ کی مسمار کیا. دعا مانگے انشاءاللہ. فرج ولیه صاحب العصر والزمان الامام المهدی المنتظر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء،
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم انصر من نصره، اللهم انصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. أشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله. أشهد أن علي وأبناءه المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة مع الصلوات.